وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. خاتم النبيين يعني آخر الأنبياء، ليس بعده إلا قيام الساعة، ولهذا يسمى نبي الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، فهو نبي الساعة، وبعثته من علامات الساعة، لا نبي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون، كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي. فالذي لا يعتقد ختم الرسالة كافر. اللي يقول يجوز أنه يبعث نبي بعد الرسول هذا كافر، كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، كالقاديانية الذين يعتقدون نبوة غلام القادياني، والذين اعتقدوا نبوة مسيلمة ونبوة الأسود العنسي، ومن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يرتدون بذلك عن الإسلام. فإن تابوا تاب الله عليهم. طليحة الأسدي ادعى النبوة ثم تاب من ذلك، تاب الله عليه وقتل شهيدا رضي الله عنه. سجاح التميمية ادعت النبوة ثم تابت، تاب الله عليها. أما من ادعى النبوة أو صدق من يدعيها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى النبي بعد الرسول، ولا حاجة إلى الكتاب الذي ينزل بعد الرسول، لأن الله أغنى العالم بهذا الرسول وبهذا الكتاب، فرسالته عامة في الزمان والمكان، عامة في الزمان إلى أن تقوم الساعة، وعامة في المكان في جميع أقطار الأرض، كلها عامة إلى أن تقوم الساعة، وشاملة وكافية للخلق. إنما تكون بعثة الرسل عند الحاجة، والعالم ليس بحاجة إلى بعثة رسول ولا إلى نزول كتاب بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد القرآن. وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما تواتر بذلك الأخبار هو حق، ولكنه ينزل على أنه تابع لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة الإسلام، ويكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية، ولا يبقى إلا دين الإسلام. بعد نزول المسيح لا يبقى إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مجدد لدين الإسلام وتابع للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.